هذيك الرسالة بالنسبة لي واحد الشيء كبير، وهذيك الرسالة تكفيني، ما كتهمني لا مادة ولا حتى شي حاجة، بالعكس هذيك عندها واحد القيمة كبيرة وواحد وسام على صدري اللي غنبقى كنفتخر عليه، كنفتخر به يعني طول حياتي، الرسالة الأولى والثانية كذلك. لا أكيد ما كانش لا ما كانش تحفيز، ما كانش فيها شي حاجة، بالعكس الرسالة هي أكثر شيء بالنسبة لي اللي كتهمني.